بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله مقلوبة المسقعة بالبتنجان والرز. عندنا حوالي نص كيلو بتنجان رومي، هنقطعه بالشكل ده بالقشر بتاعه من غير ما نقشره، وهنرش عليه رشة ملح وهنحطه في مصفى وهنقلبه وهنسيبه حوالي نص ساعة. بعد كده هنقليه، وبعد النص ساعة هنقلي البتنجان في زيت سخن على نار متوسطة. وخلاص كده قلينا البتنجان وهنشيله من الزيت وهنخليه على جنب. بعد كده عندنا بصلة كبيرة متقطعة بأي شكل، ولما السمنة تسخن هنحط البصل. مع رشة ملح وفلفل اسود. وهنقلب البصل لحد ما يبدأ يدبل معانا. وبعد ما البصل يبدأ يدبل معانا هنضيف 3 فصوص ثوم مفرومين. ونص معلقة صغيرة فلفل احمر حار مفروم، لو مش عايزين ممكن ما نضيفهاش. وهنقلب كويس. وأول ما الثوم ريحته تبدأ تظهر معانا هنضيف حوالي ربع كيلو لحم مفرومة. وهنقلب اللحمة، وبعد ما اللحمة تتحمر هنضيف واحدتين طماطم متوسطين متقطعين بأي شكل. ونقلب كويس. وبنقلب لحد ما الطماطم تطرى وتستوي مع اللحمة بالشكل ده. بعد كده هنضيف عليها نص كوباية شوربة لحمة، ولو مفيش شوربة ممكن نضيف مية عادية. وهنضيف معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة زعتر ناشف مطحون ناعم، ولو مش موجود ممكن منضيفوش. وهنقلب وهندوقها عشان لو محتاجة ملح زيادة. بعد كده هنحط البتنجان ونقلب، بس نقلب بالراحة. وهنغطي الحلة وهنسيبها على نار متوسطة الهادية حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة. وخلاص كده بقت جاهزة معانا، وهنشيلها من على النار. وهنكون مجهزين رز أبيض عادي يفضل يكون معمول بشوربة، وعندنا قالب علشان نستخدمه في التقديم، ولو مفيش قالب ممكن نستخدم صينية عادية أو نستخدم حلة صغيرة. وهنحط المسقعة في القالب بحيث تملى مثلا نصه. وهنضغط عليها عشان نوزعها كويس. بعد كده هنحط الرز. بعد كده هنقلب القالب على طبق التقديم بالشكل ده. وخلاص كده بقت جاهزة معانا، هنحط على الوش بس رشة جبنة رومي مبشورة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.